سيشرف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على أنشطة هذا الأسبوع، وستتنافس بكين وأكبر المدن الكازاخية ألماتي على استضافة الحدث الأولمبي بعد 7 أعوام. وفي حال فوز بكين باستضافة دورة الألعاب الشتوية 2022، ستصبح بذلك أول مدينة تحتضن الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية. إذا فازت بكين باستضافة دورة أولمبياد شتوية عام 2022، سنحرص كل الحرص على ألا يذهب هذا الشرف الكبير هباء، وسنستعيد لبذل قصور جهدنا في استضافة هذا الحدث الهام، وهذا سيساعد على دفع تنمية الألعاب الشتوية في بلادنا. بالإضافة إلى تحسين المنشآت الرياضة الشتوية، نتطلع إلى تعزيز المشاركة أكبر في هذه الرياضة، كما نسعى إلى تحسين تنمية الحضرنا في البلاد، وتجري كل البرامج على ما يرام، ونأمل في مواصلة العمل الجدي لتحقيق أهدافنا. ومن جانب آخر، قررت اللجنة الأولمبية الأمريكية عدم ترشيح مدينة بوسطن لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، وذلك بسبب نقصان الدعم للاستضافة في ولاية ماساتشوست، إذ أن اقتراح مدينة بوسطن لاستضافة الأولمبياد أثار شكوك العامة، حيث أشار استطلاع للرأي إلى تزايد قلق عام فيما يخص دافعي الضرائب الذين قد يتحملون معظم الأعباء المالية، حيث قال نحو 3/4 مواطني بوسطن إنهم يساورهم القلق من أن تستخدم أموال الضرائب لاستضافة هذا الحدث.